سيد رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر، السادة ممثلي المؤسسات الدولية، السادة السفراء، السادة ممثلي منظمات المجتمع المدني، شباب المتطوعين، برحب بحضراتكم جميعاً وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة عام ميلادي جديد. إن شاء الله يكون عام خير ورخاء على مصر والعالم أجمع. الحقيقة يا فندم، أنا محملة برسالة شكر وامتنان من يمكن عشرات الآلاف من المنتمين لقطاع المجتمع المدني في مصر، ويمكن مئات الآلاف من الشباب المتطوع اللي الحمد لله كان جزء أساسي في نشاطنا خلال 2022، ويمكن ملايين المستفيدين الحمد لله اللي قدرنا نوصل لهم خلال سنة من العمل في كل مكان في مصر، في 27 محافظة، في أبعد نقطة كنا الحمد لله بنقدر نوصل للناس. الحقيقة يا فندم، حضرتك أتحت لينا فرصة ذهبية لعام للمجتمع المدني، والفرصة دي كان يعني يمكن الطريق ممهد إن احنا نستفيد منها بأكبر شكل ممكن بوجود الحقيقة مجموعة من القرارات وقانون العمل الأهلي، ويمكن بعض الإجراءات اللي خلت في مناخ حر وداعم لتجربة العمل الأهلي في مصر. يمكن يا فندم احنا بعد اعلان حضرتك ل 2022 عام المجتمع المدني، دي كانت فرصه عظيمه ان احنا يبقى في انطلاقه لمفهوم العمل التشاركي، ان احنا كلنا نكون موجودين على ترابيزه واحده بنشتغل مع بعض. عدد من الكيانات التنمويه الهامه، احنا نفذنا يمكن التكليف باجراء حوار مجتمعي مركزي ولا مركزي، نزلنا كل المحافظات، سمعنا من كل الناس، وطلعنا في الاخر لاليه ان احنا ازاي نعمل تنسيق وتعبئه للجهود بحيث ان احنا نوسع دايره الاستفاده. يمكن يا فندم البداية كانت في مارس الماضي، 13 مارس، اجتمع 24 كيان مظلة من كيانات العمل الأهلي في مصر، واتفقنا ان احنا نبتدي بحلول ان شاء الله شهر رمضان، واللي يمكن كان ليه بعض الظروف بسبب الأحداث في أوروبا الشرقية، الأحداث اللي بتحصل في روسيا وأوكرانيا، يمكن كان فيه تأثر زينا زي أي دولة في العالم. داخلين على موسم مهم وهو موسم شهر رمضان، المواطنين ليهم احتياجات معينة. الحقيقة فندم بدأنا نفكر إزاي نحشد جهودنا، ننسق العمل بشكل يكون فيه تنظيم، والحمد لله التجربة عدت بنجاح. واللي يمكن اللي شجعنا على الاستمرار هو إشادة حضرتك للعمل اللي تم ده خلال شهر رمضان في إفطار الأسرة المصرية. وفي الوقت ده حضرتك كلفت أنه بعد الانتهاء من قافلة وصل الخير واحد اللي امتدت طول شهر رمضان المبارك، أن يبقى فيه مد لمظلة الحماية الاجتماعية طوال عام 2022. الحقيقة فندم احنا بدأنا نشتغل على ده، واستهدفنا المواطنين في الأماكن الأكثر استحقاقا بمجموعة من التدخلات في كافة المجالات. وصلنا الحمد لله يمكن ل 30 مليون مواطن مصري، واللي ساعدنا في ده يا فندم هو وجود قاعدة بيانات موحدة الحمد لله احنا عملناها بالتشارك. بيانات المؤسسات كلها كان بيتم رفعها بشكل مباشر على هذه القاعدة، وبالتالي بقينا شايفين ايه هي التدخلات اللي بيتم تقديمها للمواطنين. القاعدة الحقيقة كان عليها 37.4 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، عندنا خريطة واضحة لاحتياجات هؤلاء المواطنين، تم تنسيقها طبعا مع الوزارات ومع الجهات المعنية للوصول ل يعني حقيقة الأمر، ونعرف الناس دي محتاجة ايه. طبعا الحمد لله النشاط اللي تم خلال 2022 خلى يبقى عندنا طموح في استدامة هذا الإنجاز، وإن احنا نوسع المظلة ويبقى في معانا كيانات أكتر. فالكيانات الحمد لله زادت إنها بقت 30 كيان تنموي خدمي موجودين تحت مظلة التحالف الوطني. يمكن يا فندم كمان احنا خلال 2022 اجتهدنا نشتغل على فكرة استدامة الإنجاز، مرتبط زي ما حضرتك بتقول دايما باستدامة التمويل، فكرة الاستثمار الخيري، وإن احنا نزود العائد على أموال الصدقات. فبدأنا نشتغل في موضوع الاستثمار الخيري عن طريق طبعا أوعية استثمارية الادخارية، ويمكن ركزنا أكتر على المشروعات كثيفة العمالة لأنها بتوفر فرص عمل، وده جزء من دورنا اللي لازم نقدمه. طبعا مشروعات كثيفة العمالة زي مصانع السجاد ومصانع المنسوجات وغيرها، ويمكن أكتر ملف اهتمينا به آخر 6 شهور هو ملف تنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات الموجودة دلوقتي بسلالات أخرى محسنة، يعني يبقى لينا دور كمان في هذه القضية، وفي نفس الوقت تستقطب عدد كبير من المواطنين لفرص عمل جيدة. يمكن يا فندم يعني في 2022 إشادة حضرتك بالدور اللي قام بيه المجتمع المدني والتحالف الوطني، المخرجات اللي حصلت، حالة الرضا اللي موجودة عند المواطنين شجعتنا إن احنا يبقى عندنا مجمل للأعمال اللي تمت خلال 2022. يمكن يا فندم مخرجات هذه التجربة تتلخص في إن احنا وصلنا ل 30 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه مصري،
وقطاعات التدخل كانت متعددة، منها الغذائي ومنها الصحي ومنها الاجتماعي ومنها الثقافي والتوعية. الحقيقة فندم كمان ما تم إنجازه ده احنا ركزنا فيه على بعض المحاور اللي فيها أرقام يعني جديرة بالتوقف. يمكن في ملف السكن احنا قدرنا نوفر سكن ل 54 ألف مواطن ما بين منازل جديدة وما بين إعادة تأهيل بعض المنازل. في بالنسبة لفرص العمل 139 ألف و500 فرصة عمل، 39500 دي كانت مشروعات جديدة، مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والمئة ألف فرصة عمل كان عن طريق تمكين صغار المزارعين وبالذات في ملف الخاص بالقمح، زراعة القمح. الحقيقة في ملف الصحة كمان احنا وصلنا بخدماتنا لخمسة مليون مواطن، في ملف الغذاء قدرنا نوصل لخمسة وعشرين مليون مواطن، وفي ملف المساعدات الاجتماعية وصلنا لعشرين مليون مواطن. طبعا في مواطن ممكن ياخد أكثر من خدمة. الحقيقة فندم في بعض المنتجات الخاصة بالتحالف الوطني اللي يمكن يعني من وجودنا على ترابيزة واحدة وفي آلية تنسيق مستمرة ما بيننا قدرنا ان احنا نخرج بيها. يمكن مبادرة ازرع دي من اهم المبادرات، وهي مبادرة غرضها تمكين صغار المزارعين والتوسع في استزراع الاراضي. ويمكن احنا ركزنا في هذا الملف على المحاصيل الاستراتيجية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية. بدأنا الإطلاق بمرحلة تجريبية باستهداف 100 ألف مزارع لزراعة محصول القمح، وإن شاء الله متوقع الحصاد في مارس أو إبريل القادم بإجمالي إنتاجية إن شاء الله 3.3 مليون أردب. في ملف القوافل الحقيقة إحنا كان عندنا قوافل ستر وعافية، وهي قوافل شاملة بتروح المحافظات المختلفة، بتنزل في القرى وفي المراكز، بتقدم مجموعة من التدخلات كاملة كل المواطنين ممكن يكونوا بيحتاجوها، صحية وغذائية واجتماعية وغيرها. استهدفنا 320 ألف مواطن في 16 قافلة في آخر 3 شهور من 2022. كان عندنا طبعا اهتمام خاص بفكرة إحياء تاني الاحتفال بالمواسم الدينية والأعياد القومية، ويمكن احنا يعني قلنا ان ده جزء أساسي من الثقافة المصرية، وانه ايا كانت الضغوط الاقتصادية على الأسر ولكن هم من حقهم جدا يبقى عندهم هذه الفرحة الخاصة بالمواسم الدينية. واستهدفنا في المواسم خلال 2022 25 مليون مواطن مرتبين في نسق أسر تقريبا 5 مليون أسر. الحقيقة يا فندم احنا كل اللي قمنا بيه لقينا ان في ربط مباشر بينه وبين محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واللي تم إطلاقها في آخر 2021. يمكن الحق في الغذاء، الصحة، الماء النظيف، الحق في الضمان الاجتماعي، كلها حقوق تم توفيرها من خلال التدخلات اللي قدمناها. ويمكن يا فندم احنا في 2023 يعني ارتفع سقف طموحنا، ويعني بإذن الله الخطة المستهدفة هتكون تكلفتها 14 مليار جنيه مصري. بالنسبة لملف العمل والتمكين الاقتصادي ويمكن احنا بادئين بيه لانه دايما حضرتك بيبقى فيه هدف هو اخراج المواطنين بشكل نهائي من دائرة الفقر وعدم اعتمادهم على المساعدات. احنا عندنا 50 ألف مشروع جديد ان شاء الله بصدد تمويلهم، 30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل بصدد ان احنا نمولهم عشان المشروعات دي تتطور، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف. ده بالإضافة إن شاء الله للتوسع في ملف زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال تنمية 500 ألف من صغار المزارعين، جاري إعداد قاعدة البيانات الخاصة بهم الآن يا فندم. فيما يخص ملف الغذاء يا فندم إن شاء الله احنا بنستهدف 1.5 مليون مواطن مصري بشكل في استدامة تغذية شهرية، دي إن شاء الله تبقى مسؤوليتنا، بالإضافة ل 25 مليون مواطن اللي بيستفيدوا معنا بالتغذية الموسمية في المناسبات المختلفة. فيما يخص ملف الدعم النقدي إن شاء الله إحنا بنستهدف 400 ألف أسرة تستفيد معنا بشكل مستمر من المعاشات النقدية، ده بالإضافة لمليون أسرة الدعم النقدي الموسمي. في ملف الصحة إن شاء الله استهداف 5 مليون مواطن بتدخلات صحية مختلفة، بالإضافة لمليون مواطن حنيتم استقبالهم في المستشفيات المتخصصة المملوكة لمؤسسات وأعضاء التحالف، ده بالإضافة ل 600 مليون جنيه مصري هم دعم للمستشفيات الحكومية سواء في الصحة أو في التعليم العالي. طبعا بالنسبة لمحور المساعدات الاجتماعية وقوافل الإغاثة احنا الحقيقة رصدين له مبلغ ان شاء الله 2 مليار جنيه واستهداف 250 ألف مستفيد. الحقيقة فندم احنا عندنا يمكن بعض الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للسبع سنين اللي جاية، وبإذن الله احنا يعني أول هدف بالنسبة لنا هو إخراج أكبر عدد نقدر عليه من المواطنين من دائرة الفقر. يمكن تاني وأهم هدف عندنا هو استكمال هذه التجربة اللي بتعود تجربة منفردة، وتجربة هي الأولى من نوعها، يعني تم رصد كل أدبيات التنمية
لم يتم تنسيق مثل هذا التحالف في أي دولة من دول العالم بشكل مستدام، فإن شاء الله نستمر في هذه التجربة ويبقى عندنا مظلة حماية اجتماعية تقدر إنها تستوعب أكبر عدد من المواطنين في حال الاحتياج. ده بالإضافة يا فندم إن يتم زيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال ال5 سنوات القادمة بميزانية 200 مليار جنيه، والحقيقة إحنا بندرس التوسع في ملف الاستثمار الخيري، جذب تمويل خارجي لمزيد من المشروعات التنموية اللي يتم تنفيذها عن طريق مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة طبعا مع الحكومة. الحقيقة في عندنا بعض الإجراءات التنفيذية اللي أخذناها عشان يبقى عندنا ما يؤهلنا لتنفيذ هذه الأهداف. فكرة توسيع مظلة التحالف إن هو دلوقتي بقى فيه 30 كيان تنموي وخدمي هام جدا. الحقيقة كمان في تنسيق مباشر مع كافة الوزارات من خلال بروتوكولات تعاون مختلفة وتبادل واضح في البيانات. انتشارنا الجغرافي كمان بيؤهلنا لذلك، احنا موجودين في 27 محافظة كافة مستويات التنظيم الإداري. الحقيقة احنا عندنا 258 مكتب مرتبطين بشبكة جمعيات قاعدية بتتجاوز 24,000 جمعية قاعدية، موجود عندنا 5688 نقطة ارتكاز وتخزين سلع. وده يمكن يا فندم الانتشار الجغرافي لجمعيات التحالف القاعدية، احنا موجودين في 27 محافظة بتوزيع متوازن جدا، الحمد لله احنا موجودين حتى في الأماكن النائية والمحافظات الحدودية. الموارد البشرية كمان يا فندم اللي بتؤهل التحالف إن شاء الله للقيام بهذا الدور، احنا عندنا 18,600 موظف وعامل بيتقاضوا أجور من مؤسسات التحالف وأغلبهم من حملة المؤهلات العليا. عندنا خلال 2022 وده برضو من الأرقام الجديرة بتوقف 251,000 متطوع مشارك سواء تحت مظلة مؤسسات التحالف أو مؤسسات وجمعيات قاعدية، وعندنا 76,000 متطوع منتظم، وعندنا 14,000 من قادة التطوع وهم شباب بيقدروا يحشدوا شباب يعني تحت مظلتهم للتطوع. الحقيقة فندم المتطوعين اللي شاركوا خلال 2022 251,000 متطوع هم قدموا لنا أغلى ما يملكوا وهو الوقت، وإحنا لما حصرنا عدد إجمالي الساعات التطوعية اللي هم قدموها لقيناها 39 مليون ساعة تطوع، يمكن ده وفر علينا إنفاق حوالي ما يقارب 56 مليون جنيه مصري، لأن الخدمات اللي قدموها يمكن لو كنا عملناها عن طريق شركات متخصصة كانت هتكلفنا فلوس أكتر من كده. الحقيقة فندم احنا يمكن كمان بنتميز ان العباءة المالية المخصصة لمنظمات المجتمع المدني هي عباءة مرنة وخاضعة يعني لأقصى درجات ومعايير الحوكمة عشان نقدر نستفيد بكل جنيه ويروح للمستحقين والمستفيدين، وبيتم مراجعة ده بشكل دوري منتظم. كمان يا فندم الحقيقة احنا وجود المنظومة الرقمية الموحدة للعمل الأهلي التنموي، والحقيقة احنا بس في شهر رمضان المبارك تفادينا تكرار إعطاء 213,000 منحة بسبب استخدام هذه المنظومة الرقمية. كان كمان تنسيق إعطاء الدعم الشهري مع وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المختلفة تفادينا تكرار بعض الأسر، وكمان بقينا نقدر نحصر مين المواطنين اللي بيحصلوا على دعم موسمي. ويمكن دي يا فندم بعض الصور من بعض الإحصائيات سواء الإجمالية أو الجمعيات أو المستفيدين أو تحليل البيانات عشان نقدر نبقى شايفين المواطنين بشكل أفضل. كمان بقى في خاصية داخل هذه المنظومة أنها منظومة تفاعلية، أي مؤسسة تقدر تضيف بيانات المستفيدين عندها عشان نقدر نشوف أو نرسم خريطة واضحة للعمل الاجتماعي في مصر ويتم قياس أثر ما نقوم به من جهود تنموية. الحقيقة فندم كمان البرنامج الوطني لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني احنا ان شاء الله هنعمله هنفذه بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. عندنا الحقيقة بنخطط خلال 2023-2024 نقوم بتدريب إجمالي عدد 1,000 جمعية متوسطة عشان هم ينقلوا هذا التدريب إلى باقي الجمعيات القاعدية الموجودة في كل المحافظات، وده نابع من مسؤوليتنا تجاه هذه الجمعيات يا فندم. هي مش هينفع تظل مجرد أزرع تنفيذية بتقدم نشاط مرتبط بخطط الجمعيات الكبرى، لازم يكون عندهم خطط مستقلة وجهود تنموية مستقلة. الحقيقة فندم كمان احنا عايزين نطور من أدائهم لأنهم بيحتكوا في المواطن مع المواطن في أكثر الملفات المهمة، التعليم والصحة وخلافه. كمان يا فندم احنا ان شاء الله يعني بندعو حضرتك لمشاركتنا في يمكن اكبر حدث للحمايه الاجتماعيه باذن الله في شهر مارس القادم بمشاركه 50,000 متطوع، ويمكن احنا مهتمين جدا حضرتك تنورنا في هذا الحدث الهام لتعبئه 4 مليون كرتونه، وان شاء الله باليوم ده نكون بنكسر كل الارقام القياسيه. واحنا بنشكر حضرتك مره ثانيه يا فندم على الدعم المستمر للمجتمع المدني وكل العاملين بيه. الف شكر لحضرتك.